نظم موظفو شبكة الإعلام العراقي تظاهرة أمام مبنى أمانة العاصمة وسط بغداد، وطلب الموظفون خلال التظاهرة بحقوقهم المسلوبة وعدم منحهم قطع الأراضي المخصصة لهم والتي وعدت أمانة العاصمة بتخصيصها لهم خلال الفترة الماضية. أرضنا سرقت، أرضنا انباقت، أرضنا أعطيت إلى مستثمر دون وجه حق. إحنا موظفي شبكة الإعلام العراقي، أرض المرسلات تابعة إلى شبكة الإعلام العراقي، أجداد أجدادنا يعلمون أن هذه الأرض تابعة إلى شبكة الإعلام العراقي. 14 سنة كل إدارات الشبكة حاولت محاولات عديدة وحثيثة لأن يؤول مآلها إلى موظفي شبكة الإعلام العراقي، ولنتفاجأ يوم 20/12 أنه تؤول إلى مستثمر و2000 موظف مع عوائلهم قرابة 100,000 مواطن عراقي تسرق حقوقهم بين ليلة وضحاها وتعطى إلى مستثمر واحد. بعد استحصال الموافقات وكل الإجراءات انتهت، فوجئنا أنه الأرض محوليها إلى مستثمر. كل الموظفين يطالبون اليوم أمين بغداد وهيئة الاستثمار ورئيس الوزراء وكل الجهات المعنية أن هذه الأرض ترجع إلى موظفي الشبكة لأن هي استحقاقهم. رفعنا شكوى إلى نائب رئيس البرلمان اللي هو الآن البرلمان المشرف على أمانة بغداد، وارفعنا شكوى إلى سماحة السيد مقتدى الصدر أنه 2000 موظف بالشبكة ومثلهم كثيرين يتعرضون للظلم والقهر والحيف بمصادرة أرضهم وإعطاها إلى مستثمر دون وجه حق، دون وجه قانوني. إحنا إجينا اليوم للظاهر يم أمانة بغداد نوصل صوتنا إلى الجهات والمسؤولين لكي نحسم هذا الموضوع.